شكرا لك جوهان على اعداد هذا الاستطلاع، وشكرا لكل الاشخاص اللي شاركوا به. طبعا احيانا قد لا نتوهم باسماء الاشخاص فقط، وانما نشعر بالوهم اثناء مشاهده العروض البهلوانيه وعيش بعض التجارب الفريده، وهذا ما يتقن ضيفنا اليوم لاعب الخفه والخداع الساحر معين البستكي، اللي اعتاد دوما بان يبهرنا ويدهشنا بعروضه المميزه ويسحرنا بتجارب الفريده عبر حيل الخداع البصري وخفه اليد. فخلونا نستمتع معه بتجربه جديده. يسعد صباحك واهلا بك بصباحنا. يا مرحبا وسهلا فيكم، يسعدني ويشرفني ان اكون متواجد معكم مره ثانيه. انا ما اشوف نفسي غريبه على المكان، ودائما مع الاخوات ان شاء الله يكون لنا دور في ان نبسط الجمهور ونبهرهم بالعروض اللي موجوده. يا اهلا بك، انا اذا اشوفك مو وحدك اليوم، عندنا ضيفه ثانيه. نعم. وانا قلت لك تخوف، انا اخاف من الالعاب، خصوصا هاي اللعبات مالتنا. صح تخوف شويه. ايه. فشنو محضر لنا؟ في اشياء كثيره محضرينها، ولكن دائما انا ذكرت على كم من مره وانا موجود معاكم في الاستوديو انه في عندي دائما مرافق. عبدو. عبدو. المرافق عبدو يكون دائما موجود معي، ولكن عشان نتاكد انه عبدو موجود ولا لا معانا اليوم، لو نركز على الشمعه اللي موجوده قدامنا، صح؟ الشمعه هاي قدامنا بعيده عني، ولكن لو اني شوف، ولا اني قاعد انفخ صوب الشمعه ولا من هالامور، ولكن لو اني عملت راح، صح؟ خلينا نشوف نتاكد لو عبدو صدق موجود معانا. بعيد. عبدو شغال؟ دام تأكدنا انه موجود معانا. استاذ شهد. نعم. عبدو انسال العاده، طب ليش مين هذا عبدو؟ في قصه من القصص اللي ينذكر فيها عبدو انه في غابة من الغابات كان في بيت. اوكي. البيت هذا كان مهجور، كان لحاله، عبده كان ساكن بنفسه. بغابات، بمكان انا قالي لي ما اذكره وين. اوكي. في يوم من الايام شب نار في البيت، ما تم في البيت هذا الا دمية كانت موجودة مع عبده في البيت. اللي ابغاه نسويه استاذة شهد، لا 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 امانة عليك، لو تجي وما عليك امارة، لا هنجيها، لا لا مو علي، لو تجي لو تجي شهد وتقعدي على الكرسي، ولا ابعد ولا اروح، تقعدي على الكرسي عشان خاطر، تعالي تعالي، لا شيء، انا اقول بعيد عنك والله، تقعدي على الكرسي. شكرا. الجمهور اكيد قاعد يصفون لك من البيت انك تكون معنا. انا صفت لك داشه جايتك. يلا. لا امانه. ما تشيل امور طيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص قعدتي وريحي ظهرك، ريحي ظهرك على الكرسي تكوني مرتاحه. حلو؟ ريحي ظهرك. حلو؟ اي كومفتبل 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 صح؟ لا لا عادي عادي ريحي. استاذ شهد اللي حابب انك تسويه، حابب انك تسكري عينك، لا تفتحي الين ما انا اقول لك، تمام؟ اوكي. لو حسيتي باي لمس او اي احساس او اي شيء من هالمشاعر، ترفعي ايدك اليمين لفوق. حلو؟ مفهوم صح؟ لو حسيتي باي لمس او احساس، ترفعي ايدك اليمين لفوق. اوه ارفعي ايدك اليمين لفوق، سكري عينك، سكري عينك. مرة ثانية، لو حسيتي اي لمس، اي احساس، اي مشاعر، ترفعي، لو حسيتي ترفع ايدك اليمين، لا تفتحي عينك بليز. لو حسيتي اي مشاعر ترفعي ايدك اليمين. راح اختم القران. لفوق، اوكي؟ حسيتي صح؟ ايه. اوكي. استاذه شهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مره سكري عينك. سكري عينك. سكري عينك. مره ثانيه، لو حسيتي باي مشاعر، اي احساس، اي لمس. ايه بس تحسين شهد؟ ارفع ايدك اليمين فوق. واني قاعد انسى انه اوكي تفتحي عينك. يعني تخلوني بمواقف صعبة الصراحة. حسيتي؟ ايه. حسيتي بالتاج؟ ايه حسيت. ايه هذه حسيت هذه الحركة. حسيتيها صح؟ برضه صح؟ ايه. استاذة رضا، اللي معروف عني بألعاب الخفة انه
متخصص في قراءة الأفكار. صح؟ صح. ولكن قبل ما نعمل قراءة الأفكار نخلينا مع شهد بعدين نجي لي أستاذة رولا. أستاذة شهد بس تأكدين لي وللجمهور، هل في أحد غيرك، هل في أحد غيرك يعرف البين كود لتليفونك؟ ممكن، هل في احد غيري؟ اي اكو احد. في ناس صح؟ ولكن مستحيل استاذ رولا ما تعرف. لا 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 انا ما اعرف. بالعائله. بالعائله ممكن يعرفوا. هل من المعقول انه البين كود ليكي يكون مشابه للبين كود لتليفوني؟ اوكي. ما يعقل صح؟ ممكن بالحظ. ممكن. ولكن ما مش تقريبا بعيد عن الواقع انه ممكن انا يكون الباسورد لتليفوني والباسورد مشابه للباسورد لتليفونك. تمام. فما في اي طريقه انا ممكن اعرف الاستاذ ولا ممكن اعرف. ولكن استاذ شهد اللي ابغاك تسوين، ابغاك انه من مكانك تمام تحاولي تهوسي، احنا نقول تهوسي يعني تضغطي على اول رقم للباسورد لتليفونك. أوكي. اول رقم. أوكي. ممكن الكاميرا تاخذ الكلوز اب للتليفون. من هناك تاخذ ايوه اوكي بس اول ايه اول رقم اول رقم آخر. انا بعيد صح؟ ممكن لو الكاميرا تاخذ، خلينا نشوف. واحد صح؟ ثاني رقم مثل ثمانية صح؟ ثالث رقم اي صح صح؟ واحد صح؟ رابع صح. رقم اي حاول يلا كمل يا جماعه ثمانية خامس رقم يلا اوكي واحد اخر رقم خلينا نشوف لو افتح التليفون حاولي اخر رقم يعني اني صدقني اجيت لهذه الحلقه واني متحمسه بس انه حتى اشوف الشو مالتك. سو مو غريبه ما راح استغرب انه لازم نتعلم انه نفس الباسورد اني وياك. شلون تسوي نفس الباسورد لشخص ما تعرفه؟ صح ممكن نعلمهم الجمهور لو كتبتوا لنا في الكومنتات انه حابين نعلم الاستاذه رولا والاستاذه شهد كيف ممكن يعرفوا باسورد لتليفونات الاشخاص في البيت. هذه تدري ايش قد مهمه؟ بس راح فيها راح فيها راح تخرب بيوت. استاذ رولا نعم نعمل بعد حركه اوكي. استاذ رولا عندنا اربع مقات قدامنا أوكي. على كل مق فيها ارقام، في A في C في L في O. A حق الابل جوس اوكي زين، C حق الكولا، L للليمون جوس، والاو للاورنجز يعني عصير تفاح كولا عصير ليمون وعصير برتقال. اوكي حلو، اربع مقات. اللي حابب انك تسويه استاذ رولا اول شيء نتاكد انه هل بلايند فولد ممكن تشوفين من خلاله؟ لا لا صح. استاذ شهد وتتاكدين كمان ماكو لا صح نو واي. حلو انا حطيت البلايند فولد. استاذ رولا اللي حابب انك تسويه انك تروحي، انا ما حشوف، حشوف بعيد وححط ايدي كمان أوكي. تاخذي واحده من المقات اللي عندك وتشربي شويه منها. اشرب؟ تشربي شويه من من اللي موجود داخل من العصير ولا يعني ترجع تخليه بالكب الفارغ؟ لا لا بس اشربي وحطيه مكانه، لا تحطيه في الفارغ. احطه مكانه. اوكي شربتي؟ هسه شربت. شربتي؟ هسه تحطينه في المكان اللي كان موجود فيه. تمام. انت شربتي عصير من العصاير صح؟ مشروب من المشروبات صح؟ ايه ما في اي طريقه انا ممكن اعرف. انت عارفه اي وحده شربتيها صح؟ انا عرفت ايه. زين اعتقد انك شربتي اللي شربتيه كان اورنج جوس صح؟ صح اورنج جوس اوكي حتصفق لك في شهد. صح صح. رولا مره ثانيه اختاري وحده ثانيه او نفسها على كيفك، اختاري وحده ثانيه اشربي منها وبعدين خلينا نشوف هل ممكن. شربتي واحدة منهم صح؟ فممكن يكون يا عصير تفاح يا كولا يا عصير ليمون يا عصير برتقال، ولكن لأنك أنت عارفتني شوي
وانا كنت معاكم على كم من مره من ضيف، فاعتقد حاولتي تخدعيني وشربتي نفس العصير اللي هي عصير الاورنج جوس، صح؟ رجعت شربت نفس الشيء، صح؟ اللي حابب انك تسويه هالمره تشيلي الاستيكرات اللي موجوده على المانجات. اوكي، تشيلي الاستيكرات منهم وغيري اماكنهم، يعني غيري اماكن. اشيل الاستيكرات واغير الاماكن. وغيري الاماكن. تمام، اوكي. زين، وتغيري الاماكن بالمانجات اللي موجوده. أرجع الاستيكرات ولا لا؟ لا، خليهم بعيد خلاص. تمام. يعني أوكي. حالياً لو حابة تغيرين أماكنهم أكثر كمان عشان الجمهور كمان ما يعرف أي وحدة كانت من أي عصير. أرجع أغيرهم مرة ثانية؟ غيريهم أكثر شويتين. أوكي. حلو. فحالياً أعتقد الأستاذ شاهد يمكن كمان ما تعرف، مستحيل إن أنا أعرف والجمهور يمكن ما يعرف، صح؟ نعم. اللي أبغاك تسوينا أستاذ رنا، تاخذين واحدة من المقات. أوكي. وتشربين شوي منها مرة ثانية؟ ايه، واحدة منهم، واحدة من الأربعة. عارفة شو شربتي، صح؟ ايه. زين، تحطينها على الطاولة. انت شربتي واحدة من الأربعة. أول مرة كان الأورنج جوس. ايه. ثاني مرة كانت أورنج جوس. المرة الثالثة لو أنا مش غلطان عصير تفاح، صح؟ صح. ابل جوس. اللي ابغاك تسوين تفضين الاربع قلاصات. أوكي. في الاربع كوبات اللي هي الشفافه عشان الجمهور والمشاهد. طبعا. يعرف ان كلهن مختلفات. اوكي. انت فتحت عيونك. فتحت تصفيق لها، ما تقصر. ثانك يو، ثانك يو، يعطيكم العافيه. اوكي، عندنا بعد وقت؟ ايه عندنا. عندنا؟ عندنا. زين استاذ رنا، قبل ما اجيكم اليوم اول ما قمت من النوم عملت شيء بسيط. اوكي. حنشوف شو اللي عملته in a second. موبايلك معك، صح استاذ؟ خليك. اوكي. اوكي، حلو. استاذه رولا، انا حاليا قاعد افتح اليوتيوب لسبب ما، بس يفتح ان شاء الله ونعمل لكم الحركه مثل الارسال عندكم شوي. اوكي، حلو. اليوتيوب. زين، لو الكاميرا حابه تاخذ اليوتيوب، لو انا عملت مثلا سيرش ممكن اعمل امينيم مثلا. حلو؟ اوكي. فتشوفين ان امينيم جانا السيرشات اللي موجوده على الامينيم، صح؟ هذه كل الامينيم السيرشات اللي موجوده عليها. اللي ابغاك تسوين استاذه رولا، تاخذين هالتليفون. تمام. تحطين في السيرش، بس حاولي ما تغلطين. تحطين في السيرش اللي على بالك واللي في قلبك. فكري شويه، حطي اللي في مخك وبعدين اعملي سيرش. عملتي سيرش؟ سويت سيرش. حط التليفون فيس داون. لو عملتي سيرش حط التليفون فيس داون. اوكي. انت دخلت اليوتيوب. دخلت اليوتيوب. انت عملتي سيرش. احنا مش متفقين على اي شيء. لا 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 ابدا. واول مرة فكرتي في المعلومة، صح؟ استاذة شهد. نعم. انا قمت الصبح دخلت على الانستغرام لاكونت عندي وغيرت فيه شيء. وتفتحين الانستغرام عندي وتروحين لأكاونتي. تمام. أفتح الانستغرام عندي وأروح على الأكاونت اللي تعرف. يعني غيرت بالبايو ولا غيرت بالانستغرام كله؟ عليك نور، غيرت بالبايو معلومة. أوكي. لو ما عليك أمارة تراوين الأستاذة رولا شو اللي مكتوب بالبايو. You will think of لا مستحيل. اقول قولي وراويهم للكاميرا كمان. اوكي. افتح لك. انا مغنيتي المفضله لانا ديل ري. اوكي. الانستغرام مال معين. You will think of لانا ديل ري.
شلون؟ خلي اشوفها. شلون معي؟ هسه فكرت بهاي اللحظه. لو تراوينهم بس الكاميرا ياخذونها كلوز. شور. الصبح قمت قلت اكيد استاذ رولا معاها كم من مره حتفكر بمعلومه معينه، حطيتها في البايو. وطلع اللي فكرت فيها حاليا. رايت نو. Oh my god, no way. مستحيل مستحيل معين. يعني دائما تبهرنا ويوم عن يوم ما شاء الله قاعد تتطور ومهاراتك قاعد تختلف وتصير احلى واحلى. نورنا بصباح الشرقيه وفقرتك تعرف محبوبه من قبل الشعب العراقي. على راسي على راسي. جزاكم الله خير وما قصرتوا. واعيد على الشعب العراقي الحبيب ودائما افتخر اني اكون متواجد معاكم لاقدم اشياء خفيفه لشعبنا العزيز الحبيب. شكرا لوجودك بصباح الشرقيه. نتمنى لك يوم سعيد والله يعطيك العافيه على هذا الشغل الحلو. الله يخليك. شكرا لك. نهارك سعيد. يا هلا والله.